عمرها الآلاف من الزمان، بقيت خلالها صامدة ولازالت تنتظر عودة الروح، وقد تهيأت بكامل رونقها. وضع الكاهن الأعظم تميمة الجسد ولساناً من الذهب الخالص في فمها للتمكن من الحديث في العالم الآخر، وفي تجويف الصدر وضع قلباً من المعدن الثمين، وألبسها صندلاً يليق بها، ووضع إكليلاً من نبات السرخس فوق مومياء الصبي الذهبي. أشرف على وضعه في تابوت وذهب، فما قصته؟ بدأت القصة من داخل ذلك المتحف القديم، وتحديداً داخل سراديب المخزن الذي حير علماء المصريات، حيث كانت المومياء العجيبة. إنها مومياء الصبي الذهبي القابعة هناك في ظلام لا يختلف عن ظلام المدافن، وبجوارها عشرات المومياوات يحملقن النظر إلى السماء في انتظار وصول البعث المقدس وعودة الأرواح الأحق بأصحابها. زاد الغموض بشأن تلك المومياوات العجيبة، فلقد ظلت محفوظة دون أن تخضع لأي عمليات فحص أو تحليل لعقود من الزمان، ولم تتجاوز أحكام الخبراء عليها سوى تحليلات انتهت إلى أنها مومياء لصبي من الطبقة العليا يناهز عمره 15 عاما. قبل 6 سنوات من إعلان العثور على مقبرة الملك المنافس الوحيد للصبي الذهبي، تم الإعلان عن كشف أثري غريب. إنها مدفن توت عنخ آمون في مدينة إدفو جنوب مصر سنة 1916، وبحسب خبراء تعود المومياء إلى أواخر العصر البطلمي، وتنتمي للطبقة العليا في مصر القديمة، أي أن ظهور المومياوات الذهبية قد تكرر من قبل. بشكل ما أحاطت مومياء الصبي الذهبي فريق من العلماء لدراسة وفحص المومياء باستخدام التقنيات الحديثة، وبالفعل خضعت المومياء للتصوير المقطعي الرقمي، وأذهلت العلماء النتائج التي تم التوصل إليها. كشفت الصور الكثير من الخبايا، وأكدت أن مومياء الصبي تزينها 49 تميمة من خلال 21 تصميم مختلف، أكثرها مصنوع من الذهب الخالص. ومن هنا أطلق العلماء على المومياء اسم الصبي الذهبي، خلف لفافات الكتان التي اعتاد المصريون القدماء حفظ مومياواتهم بداخلها. كشفت أسراراً وكنوزاً مخفية مذهلة، حيث كشف المسح المقطعي للمومياء الصبي بأنه ينتمي إلى الطبقة العليا بمصر القديمة، إذ يؤكد الخبراء ذلك لأن أسنانه وعظامه سليمة، ولا يوجد دليل واحد على سوء تغذية أو أزمات صحية. كما أشاروا إلى رفاته التي خضعت لعملية تحنيط عالية الجودة لا ينالها سوى النبلاء. وأكدت الصور الملتقطة للمومياء وجود تميمة أسفل اللفائف الكتانية التي أحاطت بمومياء الصبي، وداخل الفم وجد الفريق العلمي لساناً من الذهب، وتميمة أخرى لجعران القلب صنعت من الذهب أيضاً بداخل تجويف صدر المومياء. وبحسب خبراء كانت ضمن طقوسهم تتضمن وضع التمائم على مومياوات بهدف حمايتهم وإعطاء الحيوية لها في العالم الآخر. لذلك كان اللسان الذهبي داخل الفم ليتمكن الصبي من الكلام بعد البعث، وكان الصبي يرتدي قناع وجه مذهب لتكتمل وجاهة الصبي الذي ينتظر البعث داخل تابوتين، أحدهما خارجي يحمل نقوشاً باللغة اليونانية، وآخر خشبي داخلي تستقر بداخله مومياء لفة مذهلة.